متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية والترحيب من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مع انطلاقة الشوط 17 الخاص للإبكار الحقائق أو للإبكار اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع مقدمة الشوط، نتابع أول المراكز الغارية لمسلب محمد بن طالب بن عقيلة نابت المري، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات إلى المركز الأول من غيرت العبور، عبرت إلى أول المراكز لراشد بن محمد بن راشد بن مريزيق المري. المركز الثاني ناخذ المركز الثاني في هذه اللحظات من تتقدم وتنطلق في ثاني المراكز من حاف عبد الرحمن بن حمد بن محمد العجمي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث التحديات مشاهدينا الكرام، برجمان لمحمد بن راشد بن محمد بن محسن بن ديله المري على ثالث المراكز، غير في هذه اللحظات وانتقل نقلة ممتازة إلى أول المراكز. المركز الرابع وتابع من تنطلق الهدارة لراشد بن عبد الله بن عيسى بن سند المسيفر يحتل المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات، شعار برنس المضمرين يتواجد مع الغارية مسلب بن محمد بن طالب بن عقيل نابت المري. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى لندائنا الأول عبر قناة الريان في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط مع برجمان لمحمد بن راشد بن محسن بن ديله المري على المركز الأول. شعار بن ديله يتواجد في هذا الانطلاق، ولكن الهدارة على المركز الثاني غيرت في هذه اللحظات واحتلت المركز الأول لراشد بن عبد الله بن عيسى بن سند المسيفري، بينما المركز الثالث في هذا التحدي تنطلق مشاهدينا الكرام من الجانب الآخر، رقمها محجوب عنا لحظات. نتعرف من تنطلق في ثاني المراكز. المركز الثالث هنا مشاهدينا الكرام، برجمان لمحمد بن راشد بن محمد بن محسن بن ديله المري، بينما رابع التحديات الغارية مسلب محمد بن طالب بن عقيل نابت المري. المركز الخامس، خامس التحديات، العبور لراشد بن محمد بن راشد بن مريزيق المري. إذا متابعينا الكرام، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى أول المراكز. من تحتل المركز الأول تحمل الرقم 23، حدث لراشد بن حمد بن جر الله بن هديبان المري يحتل المركز الأول وينطلق مع حدث على أول المراكز، ولكن شعار المسيفري مع الهدارة غير في هذه اللحظات وعاد مرة أخرى ليعلن المنافسة مع 1500 متر. يا مضمرين، ما يتبقى عن خط النهاية. هنا الهدارة على المركز الأول راشد بن عبد الله بن عيسى بن سند المسيفري، والمركز الثاني، المركز الثاني حدث لراشد بن حمد بن جر الله بن هديبان المري، بينما المركز الثالث وصل شعار برنس المضمرين مع الغارية من غارت في هذه اللحظات واحتلت المركز الثاني. شعار برنس المضمرين يتواجد مسلب محمد بن طالب بن عقيل نابت المري، ولكن القادم الظبي ظبي الفلا مشاهدينا الكرام، وترشيح ايضا مطرق بن علي العنزي رشح الظبي اللي على ثاني المراكز، ايضا شعار زيد بن محمد بن زيد بن ديله المري، وايضا وسعيد الزعبي ايضا يرشح هذا الشعار المميز الظبي اللي على ثاني المراكز. الظبي، يا سلام، زيد بن محسن بن زيد بن ديله المري مع الكيلو المتر الاخير. يا مضمرين، يا متابعين هذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد، نتابع المركز الثالث. وصلت الظبي عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني قادم لاول نداء لهذا الشعار المميز. المركز الثالث
الرابع سما محمد بن علي بن سلام الهاجري قادم أيضا شعار بن سلامة لأول ندى يصل على رابع المراكز. ولكن مشاهدينا الكرام نعود والعودة أحمد إلى أول المراكز، نعود إلى شعار مسافري وشعار أيضا بن ديلة وأيضا القادمة في هذه اللحظة. يا سلام يا سلام، أتابع من الجانب الآخر وصلت الظبي ظبي الفلا هنا عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، هنا يقدم الظبي على ثاني المراكز. ولكن متابعينا الكرام نعود إلى المركز الأول إلى شعار المسافري، من سافر بناموس هذا الشوط مع الهدارة 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 على المركز الأول مع المية متر الأخيرة. نزف التهاني والتبريكات لمالك هذا الشعار المميز، شعار أيضا الهدارة راشد بن عبد الله بن عيسى بن سند المسافري، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصلت الظبي لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، المركز الثالث الظبي لزيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري، المركز الرابع وصلت في مشاهدينا الكرام مجد لمحمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطيه، المركز الخامس وصلت في مشاهدينا الكرام. سوف نوافيكم في هذه الإعادة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الهدارة على هذا الإنجاز المميز، ونهني مالكها ومضمرها في هذا الشوط راشد بن عبد الله بن عيسى بن سند المسافري، تهانينا وألف مبروك على هذا الإنجاز المميز. والتوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدينا الكرام الظبي والتوقيت الظبي لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، 6 دقائق 26 ثانية وست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، 8 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام الظبي لزيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري، والتوقيت الزمني 6 دقائق 21 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.